يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور اقدر اجيب بنتي غايبة بعد ما حصلناها. اقول لك انا عرضت عليه اني اشتري البيت لكنه جايب معاه زبون والرجال مصر على البيع فعلا جالس يتصرفه كأن البيت بيته. لو خبرتني من قبل ما كان صار كل هذا يا احمد. على العموم بكره الصباح انا ومنيرة جايين الجبل. ايش؟ ما أجي؟ لا طبعاً راح أجي وما حد يقدر يمنعني. أولاً عشان خاطر زينب، ثانياً عشان أعرف وش سالفة بيع البيت هذا. مع السلامة يا أحمد. عوض ما كانكم طالعين اليوم من وقت؟ طالعين من وقت؟ الحين الساعة 7:30 وتقول لي من وقت؟ يا أخي حرام عليك. يا أخي أنت ليش تعصب كذي؟ أنا كنت أمزح معاك. على العموم أنت توكل على الله الحين ونلتقي بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تفضل. عفوا سيدي، اتصلت قبل ساعة أم الطفلة المفقودة زينب وتقول عندها معلومات مهمة عن بنتها تريد تخبرك إياها شخصيا. معلومات مهمة؟ قالت شيء ثاني؟ لا سيدي، بس عرضنا رقمها النقال
بتقول أول ما توصل يا ريت تتصل فيها. عطني الرقم لشوف. تفضل سيدي. تفضل استريح. تعذر، أكيد بسبب الأحوال الجوية. اتصل فيها فيما بعد. يا ترى إيش اللي عندك عن زينب يا نبيلة؟ إيش تريد؟ تمر تأخذ حقوقك ها؟ لا وأنت الصادق الشاطر هو اللي ما يبطل ضحك من البداية للنهاية. يا ترى إيش وراها كل هذيك المكالمات بين أحمد وأخوه محمد؟ ليش ما أتصل في محمد وأحاول أعرف منه ولو شيء بسيط؟ خليني أشوف لي مكان مناسب وأتصل. أيوة نعم أنا اتصلت لأني كنت واثقة أنكم ما بتحصلوا بنتي، لأن أكيد بنتي الحين ما في الوادي. نبيلة أنا أتهم أخذ زوجي في اختطاف بنتي. الكلام اللي تقولينه خطير يا أخت نبيلة، هذا اتهام صريح وواضح. أنت يا الحين أعصابك تعبانة وأنا مقدر الحالة اللي أنت فيها. أرجوكم أنكم تقوموا بكل الإجراءات الرسمية في هذا الموضوع. شكراً. إيش اللي سويتي؟ هذا اللي كان مفروض أسوي من أول لحظة اللي اختطفوا فيها بنتي. بس هذه أختي اللي بلغتي عنها. وهذه بنتي اللي اختطفتها أختك. وليش ما يكون زوجي هو اللي اختطفها؟ ولا ما حابة تدخلي عيسى في الموضوع؟ ترى عيسى زوجي وأنا زوجته. إيش سالفة حنان؟ من أول ما حبيت تستعجل وتعرف كل شيء، الحين جاي بكل سهولة تريد تعرف؟ ما فهم شيء. خليني أنا بالأول أفهم وأستوعب وبعدين بفهمك كل شيء يا أخوي. إيش رأيك في الكلام اللي سمعته يا سالم؟ بصراحة الكلام اللي قالته نبيلة غير منطقي ولا يمكن يدخل العقل. كيف؟ أولاً أسرة أحمد ساكنة في بيت عيسى، وزوجة عيسى هي أخت أحمد. أكيد في مشاكل عائلية ما بينهم، عشان كذا الأخت نبيلة تتهم حنان بموضوع الاختطاف. وبعدين؟ وبعدين لو كان موضوع الاختطاف شيء حقيقي ما كانت نبيلة جلست في ذاك البيت ولا دقيقة واحدة، وهذا شيء. والشيء الآخر؟ الشيء الآخر ليش أحمد ما تقدم هذا البلاغ بنفسه لو كان كلام نبيلة صحيح؟ إذن لازم نستدعى أحمد ومن غير ما تعرف نبيلة ولا عيسى علشان نعرف منهم الحكاية. وهذا هو عين الصواب سيدي. إذن استدعي لنا أحمد وخلينا نجلس معه شوية. حاضر سيدي.
خلاص ولا يهمك، بس يتوقف المطر شوي أجي أشوفك وأجلس معك. بعد إيش تريد أكثر من كذا؟ وبعدين نحن نمر بظروف عالية صعبة شوي، إن شاء الله ترجع الأحوال مثل ما كانت وأحسن. كل شيء ولا زعلك. خلاص اتفقنا أنا ما في زعل. يلا خليك الحين، مع السلامة. يا رب تحفظه يا رب. تمام، بعد شوي أكون معكم إن شاء الله. مع السلامة. عيسى وين زينب؟ أقول لك وين زينب؟ زينب ضاعت في الوادي والشرطة يدوروا عليها ولحد الآن ما حصلوها. زينب موجودة عندك يا عيسى. إذا سمعتك مرة ثانية تتهميني بمثل هذا الاتهام أقص لسانش قص، وأخوش هذا شوف. بين على حقيقتك، بين بين. في الأول خليني أبينك أنت على حقيقتك. تريدني أخبرهم إيش سبب زيارتك للجبل الأخضر بعد غياب 4 سنوات، ولا تريدني أخبرهم عن موضوع البيت؟ عيسى احنا احسن نتفاهم بهدوء، خلينا نجلس مع بعض وحدنا. تعال. من خبرك اني اريد ابيع بيتي؟ هذا الكلام ما صحيح. وإذا كان هذا الكلام ما صحيح، ليش ما خليتني أكمل كلامي معاهم؟ ليش حبيت نتفاهم بهدوء؟ ها؟ أنت إيش تريد؟ من غير لف ولا دوران يا نسيب العزيز، أحب أقول لك انسى سالفة الميراث بشكل نهائي. انت فاهم؟ مستحيل مستحيل، الورث حق اخواني. حنان اختك زوجتي، وانا وزوجتي ما نختلف. الدور عليك انت، تقنع اخوانك انهم ينسوا شيء اسمه ورث. لا يا عيسى، لا، مستحيل انسى حق اخواني ابدا. اللي اعرفه ان نبيلة زوجتك شريكة معك في البيت من ايام ما كانت تشتغل معلمة. يا ترى عندها خبر انك بعت البيت اللي هي شريكة معك فيه، ولا تريدنا اخليها في الصورة؟ انت نذل. أي مناقشة عندك الحين أجليها بعدين. محمد كذاك يسوي بالسر اللي طلبتك تحافظ عليه؟ يا محمد هذا الاتفاق اللي بيني وبينك؟ أنا اللي غلطان اللي خبرتك تروح شوف بيتي. إيش عيسى ما عيسى أنت بعد؟ عيسى هو بالذات المفروض اللي ما يعرف أي شيء عن البيت.
انت لخبطت الدنيا كلها، لخبطت الدنيا كلها. يلا يلا يلا. خير محمد؟ هذا احمد معصب علي. طيب هدي اعصابك احمد، ما قصدي ازعلك، على الاقل قدر الظروف اللي فيها الحين. احمد اول مره يعاملني بهذا الاسلوب، انا لو كنت قدامه كان ضربني. محمد ارجوك لا تكبر الموضوع. الموضوع لازم يكبر. وايش ناوي تسوي؟ بحاول اشتري بيت احمد وباي ثمن. بس انت عندك فلوس كفايه؟ اطالب حقه من الميراث واشتري بيت احمد. ليش اللي ما فيني؟ كل اللي يخطر على بالك موجود عندي، قلق وهم وخوف واضطراب. خفف عن نفسك يا اخوي، قول كل اللي تبى تقوله بس بهدوء بدون انفعال. خلينا نتمشى شوي واحنا نتكلم. بس انت ايش اللي يخليك متأكدة ان عيسى هو اللي مختطف زينب مخبنها عنده؟ انا متأكدة 100%. طيب ايش اللي يخليك متأكدة لهالدرجة؟ انا بنفسي سمعته هو يتكلم مع واحد ويقول له ترى الامانة عندك، وانا عارف انك تحافظ على الامانة زين، ولما اطلبها منك ترجعها لي على طول. ايش معناته هذا الكلام يا اخوي؟ قد يكون يتكلم عن زينب. قد يكون؟ ايش تقصد؟ لا قصده ان زوجتي نبيلة قدم بلاغ عن اختك حنان تتهمها انها هي اللي مختطفة زينب. يعني نبيلة سوتها؟ الحين الشرطة يريدوني، طلبوا مني اني ما اخبر اي حد بالموضوع. ولما تروح للشرطة ايش ناوي تقول لهم؟ اذا كنت تملكي الشجاعة وتشهدي معي ان عيسى هو اللي مختطف زينب، انا مستعد اغير البلاغ من اتهمنا احلى حنان اتهمنا لعيسى. في البداية خلينا نكون أحسن عن عيسى، نتفاوض معاه قد ما نقدر، وإذا تسكرت الأبواب بنفتح باب الشرطة، وهذا الباب بفتحه أنا بنفسي. أنا بروح بس لا تخبر حد عن هالمشوار أبدا. طيب روح الله معك. ما أظنك رايح تدور على بنتنا في هالوقت. وين بكون رايح يعني؟ أكيد رايح الشرطة، أعتقد أنه عندهم أخبار ما زينة عن زينب. خلي كل احتمالاتك لنفسك. زين وين رايح؟ رايح أشوف واحد يقولوا عنه متخصص في البحث الليلي، يمكن يقدر يساعدنا عشان نحصل على زينب. يلا يا خالي. يلا ايش؟ يلا نروح المركز علشان نبلغ على شيخان وامل لما دخلوا مزرعتك. لا يا عيسى لا،
ما له داعي. كيف ما له داعي يا خالي؟ كيف ما له داعي وانا متعني جايينك من البيت علشان نروح نبلغ عنهم المركز؟ قلت لك ما له داعي. انا ما اريد اسوي مشاكل. بس يا خالي. عيسى انا بنزل الوادي بس ادور على بنت احمد. اطلع هنا فوق شوف شوف المغارة هذه. المهم خلونا من سالفة المشمش والسرقة، أريد أسألكم عن شيء ثاني، وإذا ساعدتونا نحن بعد بنساعدكم في قضية سرقة المشمش. صحيح إنك بتساعدني يا نارك موسى. هذا وعد مني بس في حدود القانون. تفضل. أثناء ما كنتم موجودين في الوادي وأنتم تقطفوا المشمش، ما شفتوا بنت صغيرة عمرها ما بين 3 إلى 4 سنوات؟ لا ما شفنا حد. طيب ما لاحظتوا أي شيء يدل على وجود طفلة في المكان اللي كنتم موجودين فيه، مثل لعبة أطفال أو ملابس أطفال أو أي شيء يخص الأطفال؟ في الوقت اللي كنا جالسين نقطف فيه المشمش كنا نسمع صوت طفلة وهي تبكي، لكن الصوت بس جاي من مكان بعيد. وين بالضبط؟ ما نعرف، لأنه ما ممكن نحدد موقع الصوت، يتردد بين الجبال. والصوت ما كان يقترب من المكان اللي كنتوا موجودين فيه؟ أحيانا نحس إن الصوت قريب وأحيانا نحس إن الصوت ابتعد، وما عرفنا نحدد موقع الصوت بالضبط. هذا معناه إن الطفلة لا زالت عايشة. معنى هذا إن الطفلة قطعت مسافات طويلة جدا في وقت قصير. صحيح سيدي. إذن زينب كانت تسلك طرق ضيقة صعب على الكبار أنهم يسلكوها، ولصغر سنها كانت تمشي في ذيك الممرات. الطفلة وصلت لمكان غير المكان اللي نبحث فيه. لازم يكون البحث في الأماكن اللي تكثر فيها أشجار البوت. نحن حاليا مركزين البحث في هذا الاتجاه، وهنا تكثر أشجار البوت، إذن لازم نبحث هنا أكثر. إن شاء الله. الظاهر ما اريد اتكلم معي. خلاص تكلم انت وقول اللي عندك. انا اريد اشتري بيت اخوي احمد. بيت اخوك احمد انباع، واذا تريد بيت ثاني بدور لك ما مشكلة. انا اريد بيت اخوي واعطيك 10,000 ريال فوق السعر اللي اعطاك اياه المشتري. ايش 10,000؟ طيب ومتى بتدفع المبلغ؟ خلال 2 أو 3 بالكثير. خلاص اعتبر البيت مسجل باسمك. والمشتري؟ ما يخصك، هذا شغلتي انا، بس انت دبر لي المبلغ خلال 2. ان شاء الله. يلا مستاذن ولا تبيع البيت. حشين البيت مسجل باسمك. مع السلامه. الله يسلمك، حياك الله. احسنت. هلا شيخان. هلا ابدا ما فيني شيء.
بس مستعجلة شوي، وراي مشوار بسيط. إيه يا شيخان، قلت لك وراي مشوار بسيط، عاد لا تفتح لي تحقيق. خلص ولا تزعل، أنا آسفة. على فكرة بكلمك بكرة بخصوص دخول بيت ناصر عشان ندور على زينب. طيب أنا بخليك الحين، يا مع السلامة. اسمح لنا الأخ أحمد، عطلناك شوي. تفضل معي، رايد سعيد يريد يشوفك. تفضل. موضوع بنتك زينب مثل ما عرفت ياخذ منحنى آخر يا أحمد. زوجتك تتهم أختك في اختطاف بنتك، يعني القضية كلها واقعة في بيتك وخارجة من بيتك. بس رايد سعيد، أنت عارف أن زوجتي أعصابها تعبانة، وكل الكلام اللي تقوله ما بايها، فأرجوك لا تاخذ عليها. بس هي مصرة انها تسجل البلاغ في محضر رسمي. كيف انتوا خلاص يعني سجلتوه بشكل رسمي؟ لحد الحين لا، لكنها لو جات للمركز ساعتها ما اقدر اسوي اي شيء الا انها تسجل البلاغ في محضر رسمي. بس ارجوك رائد سعيد انك تنسى الموضوع، واعتبر اللي صار ما صار. المهم الحين في اخبار جديده عن زينب؟ المتهمين في سرقة البوت اللي حققنا معهم أفادوا أنهم سمعوا صوت بنت جاي من ناحية الجبل، لكنهم ما شافوها ولا قدروا يحددوا مصدر الصوت بسبب الصدى. صاب الصدى؟ يعني البنت بعدها موجودة في الوادي؟